مريم اللهم ربنا أنزل علينا مايده من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم السلام عليكم ورحمه الله ازيكم يا رب تكونوا بخير النهارده بقى نبتدي مع بعض اول تنظيفات العيد في ناس كتير قوي بقى مش هتنضف للعيد الكبير زي العيد الصغير بس انا بقى عامه بنضف العيد الكبير زي الصغير بالضبط يعني مثلا بشيل السجاد وبنغسله والستاير وكل حاجه يمكن كمان في العيد الصغير مش بشيل الستاير ولا الكلام ده لاني بكون مرفضه في رمضان فبيجي عليا العيد بكون مثلا ايه ما تكونش يعني اتبهدلت فبسيبها فبرجع بقى على العيد الكبير يكون مثلا عدى بقى كده ثلاث شهور ولا حاجة طبعا بين رمضان والعيد الكبير ثلاث شهور فبيكون بقى خلاص بقى يعني اللي أنا فرشته على أول رمضان بشيله بقى وببدأ إن أنا أنفض الشقة تنظيفة بقى حلوة جدا جدا ونبتدي نستعد بقى للعيد فاول حاجه بدات معاكم في الريسبشن النهارده قلت اول حاجه كده هطبق الهدوم دي كنت لما دور هدوم ده كنت لما قبلها بيوم من امبارح بالليل بس ما كنتش طبقته فاول ما قمت النوم قلت بقى اطبقه واحط كل حاجه في اماكنها وابدا بقى انفض معاكم الريسبشن برضه عايزه اشكركم طبعا كلكم كلكم بجد تعليقاتكم حلوه جدا آه ودخل لي ناس كتير طبعا فعايزه اشكر كل الناس الجديده عندي آه والناس طبعا القديمه حبايب قلبي اللي معايا على طول آه بشكركم جدا جدا وعايزه اقول لكم دعمكم ليا ده حاجه كده بتفرحني جدا وبتديني طاقه يعني انتوا بتقولوا ان انا بديكوا طاقه ايجابيه وان احنا وان انتوا بتقوموا تخلصوا اللي عشان بتتنشطوا من الفيديوهات انا كمان برضو بتنشط جدا جدا من كلامكم الحلو ده وبقوم اعمل فيديو غيره وغيره وطبعا ان شاء الله معاكوا اه وانتوا معايا يعني برضو عايزة أقدم بس تحية كده لأهل تونس عشان اتقالتلي برضو في الكومنتات طبعا منوريني وعلى راسي من فوق شرف ليا وجودكم معايا كلكم شرف ليا وجود الناس الجميلة المحترمة اللي بتكتب لي تعليقات جميلة زيها دي بجد يعني ربنا يديمكم كده معايا وفي حياتي وان شاء الله عند حسن ظنكم كلكم بس كده ده كنت عايزه بس اشكر كده الناس اللي حلوه دي والناس اللي بتقعد تدعي لي دعاوي جميله كده يا رب بقى ولكم بالمثل ان شاء الله بجد بفرح قوي 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 يعني انتوا مش متخيلين انتوا بتعملوا ايه اصلا فيا لما بشوف كومنت حلو كده منكم او من حد مثلا بيدعي لي دعوه حلوه بتفرق معايا جدا والله العظيم وفي نفسيتي بطريقه رهيبه يعني بجد شكرا لكم جدا كلمه بقى صغيره قوي قوي اللي في حد كده داخل عندي طول ما هو قاعد يعني او كل كومنتاته يعني سلبيه هي واحده بس كده معروفه كده انا انا عارفاها خلاص يعني الاكونت بتاعها باين قوي واسمها ما بيتغيرش بس داخله عندي في كل الفيديوهات عماله تقول ايه ما يشترك في القناه دي بتقدم اغاني انا ما بقدمش اغاني اصلا موسيقى ايه واغاني ايه ده كلها ادعيه وحاجات يعني كلها عاديه يعني اصوات صوت العصافير انا مش شايفه ان انا بقدم اغاني خالص فمش عارفه دي جات لي منين بصراحه ومصممه ليه ان محدش يشترك في القناه فبجد ربنا يديها قد نيتها بقى ويبعدها عني بس كده وي... الناس الحلوه اللي مبسوطه بيا اللي حباني واللي انا كمان بحس كده بحبها وبكلامهم معايا بصراحه في في الكومنتات بحس بيها يعني زي ما انتم شايفين بقى كده طولت عليكم قوي قوي عماله ارغي وفي واحده برضو كبالي انت رغايه قوي مش عارفة بصراحة مش برغي كتير والله يعني أنا بتكلم على الفيديو يعني أنا مش برغي في أي حاجة يعني ما علينا يعني كل الحاجات دي والله عادي مش بتزعلني بالعكس أنا بفرح بحس إن أنا يعني إيه في تفاعل كافي القناة فحاجة مش مش, مش مزعلاني خالص طبعا الكلام الحلو بقى طبعا ده مش هقدر أنساه يعني فدلوقتي كده زي ما انتم شايفين بقى انا عملت ايه نفضت كده السفره من فوق وشلت المفرش بتاع السفره ومسحت كده تحتها والبوفيه كذلك وشلت السجاده وكنست الارض وبرضه هعمل كده تحت رتبت كده الركنه بصراحه هاجي بقى لسه يعني قبل كده قبل ما مثلا افرش بيوم هشيل بقى الشيلات دي كلها اغسلها وابدا افرشها تاني يعني انا مش عايزه اسيب الحاجات دي من غير كده فرش وبرده مش عايزه اغسلها من دلوقتي عايزه كده احس بزهوتها على العيد يعني انا فانا ايه, إيه الشلت بتاعه الركنه دي والمخدات الصغيره دي كل دول هفكهم كده على قرب الفرش بتاعي يعني مثلا قبل المفرش بيوم وساعه الفرش بقى هفرشهم كده على طول بس كده ونفضت كده الركنه بس كده على السريع هينضيفه ما فيها اي حاجه هنقعدش بره بصراحه عشان الحر فبنقعد في الاطفال عشان طبعا بنشغل التكييف وبرده إيه, ايه مروحه اللي مروحه السقف بتبقى حلوه يعني بتدي هوا كده في في الاوضه اكتر من بره إيه فدلوقتي عملت ايه شلت كده السجاده ونفضت برده كده الشاشه بالريشه دي إيه والرفوف برده معاكم كده هو كانت نظيفه برده ما كانش فيها حاجه هو تراب بس بسيط فالحاجه اللي عليها تراب بمسحها كده بالريشه والحاجه اللي عايز تتمسح بمسحها بالجلانس وخلاص على كده همسح برضو الترابيزه بتاعت الشاشه من تحت طبعا لان بيبقى فيها تراب كتير وطبعا لو في حاجه تحت الازاز بقى بشيله وبمسح برضو تحته وابدا احطه تاني هنا خلاص شلت كل السجاده اللي في الصاله شلت برضو المشايه اللي عند باب الشقه شلتها والمشايه اللي قدام الطرقه دي شلت كل السجاد بقى خلاص اصلا كده كده الجو حر ف إيه واحنا ما بنقعدش يعني في المكان ده فعادي لما اشيل السجاد منه ما فيش اي مشكله لكن بصراحه مش هشيل سجاد اوضه الاطفال لان اوضه الاطفال احنا بنقعد فيها اكتر الوقت إيه وكمان بصراحه بحس ان السجاد طول ما هو متشال بحس ان ده بتكون متمرمطه قوي يعني بحس ان هي بتبقى سهله قوي للبهدله لكن لما بيكون برضو في سجاده بحس ان انا حكماهم كده شويه في الـ في الـ في, الـ في البهدله اللي الاطفال بيعملوها يعني كده بصوا المقطع ده اصلا جه بعد ما انا ما عملت اوضه النوم المفروض كنت عملت اوضه النوم الاول وبعد كده عملت الطرقه بس المقاطع اتبدلت يعني ما علينا يعني انا دخلت كده على الطرقه شلت بقى السجاده اللي انا شلته من بتاعه اوضه النوم اللي هتشوفوها دلوقتي وهبدا برضو اشيل مشات الطرقه هي كمان طبعا كل السجاد ده هيتغسل انا ما كنتش غسلاه اصلا على العيد الصغير فعشان كده هغسله آه على العيد ده بقى العيد الصغير انا كنت شايلاه قبلها فكان نضيف فما رضيتش ان انا اغسله بصراحه فقلت بقى على العيد الكبير هيكون عدى عليه وقت ويتغسل بقى بالمره فبرضه برضه هيتغسل هو كمان فعشان كده لميت كله بقى عشان طبعا آه آه في واحده بتيجي تغسله معايا تغسل معايا السجاد ده آه فيكون يعني كله ملموم ويكون جاهز ليها انا بصراحه ما عنديش مكان في الشقه فمش بعرف ان انا اغسل السجاد في الشقه وكان بيتعبني جدا جدا غسيل السجاد ده إيه بيتعب قوي بصراحه يعني فانا بالنسبه لي بغسله في واحده بتيجي تغسله لي بنغسله في في المدخل بتاع العماره يعني او الحوش بتاع العماره من تحت بس في تحت بقى طبعا كل حاجه احنا فيها بقى وخراطيم وكل حاجه فبيتغسل وبتطلع طبعا بيتنشر بقى هنا عندي في الشقه دخلت كده بقى على اوضه النوم برضو هشيل كل الستاير بس مش كلها انا هشيل بس الستاير اللي انا ما كنتش شلتها في العيد الصغير دي ما كنتش شلتها انا كنت بس شلت الخفيفه لكن ما كنتش شلت اللي هي البنك اللي هي اللي من فوق التقيلة فقلت هشيلهم كلهم بقى مره واحده ويتغسلوا هما كمان وجبت برضو كده الريشه وهبدا كده انضف بيها البلتكنه الخشب دي لان طبعا دي بيكون فيها فراغات فبتلم تراب طبعا كتير جدا فالريشه بصراحه حلوه جدا للكلام ده ريشة دي انا لسه جايباها جبتها من الازهر تحت لما كنت بجيب حاجات جبتها بمئة جنيه بس هي ريش اللي هو الريش النعيم فهي حلوة قوي ما يعني انا ما كنت كان عندي زمان اللي هي اللي هي الريش اللي هو الالوان دي بس ما كانتش حلوة بصراحة زي دي خالص ما كانتش بتشيل التراب اصلا لكن دي بصراحة حلوة قوي فجبتها وعجبتني جدا يعني بنفض بيها كتير بقالي يومين اهو وثلاث ايام كل مثلا ما اكون عايزه امسح اي حاجه بمسح بيها فهي جميله جدا بتشيل التراب كله على الحاجه احيانا يعني بيكونش عايزين مثلا ان احنا نلمع بالليجي او الكلام ده او يعني فايه دي يعني دي بتخف عليكي برضو مش شرط ان احنا كل مره نلمع بالبليجي او ملمع الخشب فدي كويسه جدا هشيل برضو كل ما فرش الفرو وبرضو هشيلها كلها بقى عشان تتغسل وتتشال وتتفرش ان شاء الله برضو على العيد يعني بحب كده يكون في اختلاف كده على العيد يعني اشيلها كده شويه هو خلاص فاضل حوالي عشرين يوم او اقل كم من عشرين يوم على العيد آه طبعا كل سنه وانتم طيبين عيد كده اضحى مبارك ان شاء الله فدلوقتي كده شلت بقى الملايه زي ما انتم شايفين وهبدا كده افرش ملايه نضيفه آه طبعا هحاول كده على قد ما اقدر طول ما السيراميك متشال يعني احافظ برضه على الشقه لان انا انا من الناس اللي لما بشيل السجاد آه بحس بمرمطه جامده قوي في في الشقه فبحاول كأن انا برضو يعني انظم الدنيا وما مهرجله قوي عشان طبعا انتوا عارفين الولاد بيحبوا الهيصه دي جدا بيزيتوا قوي قوي يعني فالمهم دلوقتي كده فرشت السرير وهبدا طبعا افرش بقى الكوفيرت عادي وخلاص برضو عشان بس ما انساش في بنوته كده جميله قوي قالت لي قولي اسمي اسمها جنى فبقدم لك اهو يا جنى من الفيديو يا رب تكوني بس بتشوفي الفيديو ده بعتذر لك طبعا انا نسيت خالص اقول في اول الفيديو ف معلش اسفه طبعا منوراني طبعا ومشرفاني يا جنجون بس كده جبت بقى كده الستاره فقلت بقى اشيل منها الدبل بتاعتها عشان طبعا لما تيجي تتغسل ما تبوظش يعني عندك الغساله ولا ولا كمان تقطع اي حاجه من الستاير او الكلام ده كله فالمهم يعني ايه هشيلها كلها دلوقتي وهبدا برضو اشيل كل المفارش الفرو زي ما قلتلكوا لكم وهنفض كده بس بالريشه يعني مش هنفض تنظيف برضو مش همسح ارض النهارده مش همسح خالص ولا اي حاجه المسح ده يعني ممكن مثلا يومين كده ولا حاجه لما احس ان الشقه اتبهدلت كده كده الشقه كانت مفروشه سيراميك فالارض نظيفه فانا قلت بقى ايه يعني يوم والتاني كده هبقى امسح طبعا لان الارض طول ما هي ما في السجاده هتلاقي طبعا البهدله كلها في السيراميك فقلت كده ممكن مثلا يوم او يومين وهبدا بقى امسح الشقه يوميا بقى او يوم او يوم ويوم كده يعني كده خلاص شلت كل السجاده اللي في, اللي في الشقه كله يعتبر ما عدا بس سجاد اوضه الاطفال ده بس اللي قلت لكم هخليه خلاص كده هدخل بقى دلوقتي اجيب المفارش الفرو كلها كنت مجمعها كلها على الكرسي ده وهبدا اغسلها غسلتها معاكم النهارده ليه لان جالي سؤال بتغسلي المفارش الفرو ازاي انا مش بنقعها خالص بغسلها عادي في الغساله جدا بصوا هي بتنضف جدا جدا واولا اول ما بتطلعيها بتلاقيها تحس ان هي بتكون كده مكرمشه وكشه في بعضها بس اول ما بتنشريها بترجع حلوه تاني ولا كان اي حاجه حصلت فيها انا بصراحه غسلتها كذا مره ومفيش فيها اي حاجه كده بصوا السجاد بقى جمعته كله اهو في الصاله ده كل ده اللي هيتغسل وجمعت كل الديكورات كده على البوفيه والارض اهي معايا نظيفه والصاله بقت نظيفه مفيش فيها اي حاجه خالص رايقه كده وانا مرتباها يعني ومنضفاها معاكم زي ما انتم شفتوا خلاص كده بقى هروح اجيب دلوقتي الفوطه والجلانس اللي انا حطاهم كده على الركنه دول وهدخل دلوقتي بقى بيهم اوضه الاطفال نعملها بقى هي كمان دي اخر حاجه انا كنت سايباهم جوه قلت على ما اخلص الشقه كلها هم يقعدوا براحتهم ويمرمطوا زي ما هم عايزين وبعد كده ادخل بقى اعمل هي اخر حاجه هقفل بس الاول النور بتاع الريسبشن ال ال بتاعي وهدخل بقى على اوضه الاطفال خلاص كده هدخل بقى دلوقتي اوضه الاطفال اهو اول حاجه بقى هبدا طبعا اشيلها اول حاجه الملايات دي كنت فرشاها معاكم برده فطبيعي ان إيه هي خلاص تتبهدل فهشيل كل الملايات دي واطبق الكوفرتات إيه وابدا كده انفض السراير وهبدا بقى افرش ملايات نظيفه والتنفيذ اللي هو العادي خالص بتاعنا إيه اللي هو بتاع يعني يوميا او يوم ويوم احنا طبعا كل يوم بنرتب عادي الشقه عادي ترتيب اللي هو الطبيعي لكن مثلا في الاطفال ممكن كل ثلاث ايام كان نغير الملايات بقى عشان طبعا دول اطفال فلازم كده نغير الملايات على طول عشان برضو بيبهدلوا الدنيا بسرعه يعني عامه انا عندي ولادي بيبهدلوا الدنيا بسرعه جدا طلعت بقى كده ملايات نظيفه وهبدا كده افرشها الجو النهارده كان حلو ما كانش حر قوي بصراحه الجو يعني بدا ان هو يفك السن عن الاول الاول كان حر بطريقه يعني بجد يعني ربنا يرحمنا يا رب برحمته كان صعب أوي قوي كان حر بطريقه يعني بشعه فبصراحة بصراحه النهارده الجو حلو فطول ما الجو حلو كده تحس ان انت قادره تقومي تنفضي وقادره تقومي تعملي لكن الحر برضو بيتعب جدا ويمكن بيكسل اكتر من الشتاء يعني انا ممكن اكون في الشتاء بقوم وبشتغل اكتر من الصيف بكتير في الصيف ببقى تعبانه جدا وببقى همدانه جدا جدا يعني انا من الناس دي فبس طبعا الكلام ده كله لازم لابد منه نقوم ان احنا نعمله عشان طبعا راحتنا النفسيه يعني مش هيبقى تعب نفسي وتعب جسدي فهتبقى الموضوع صعب جدا فانا دلوقتي كده الجو حلو فقمت بقى اتنشطت كده معاكم وقلت بقى وما اخلص كل اللي ورايا عشان طبعا زي ما بقول لكم نظفت الشقه من يعني من راحتك النفسيه انتي تحسي طول ما الشقه فيها اي حاجه عايزه تتعمل انت بتبقي تعبانه نفسيا اصلا وما بتبقيش عارفه انت تعبانه من ايه او متضايقه من ايه لكن اول ما بتنفضي الشقه أو وتفرشيها او تخليها كده مرتبه بتحسي ان انت ذات نفسك ارتحتي كده نفسيا هنا الكنبه بقى بصوا عليها كل حاجه بقى اي حاجه بشيلها من على السراير برميها على الكنبه طبعا لغايه لما اروح لها وروقها هي كمان شلت كل حاجه من عليها وحطيتها في مكانها الغسيل في في الحمام وطبعا فرشت الكلمه ونفضتها وكان هبدا بقى اكنس الاوضه دلوقتي المكنسه بقى طبعا لسه ما ودناهاش بصراحه تتصلح بسبب طبعا زي ما بقول لكم ظروف شغل جوزي يعني فان شاء الله بقى كده هيروح يعملها على اول اجازه ياخدها باذن الله بس بصراحه المكنسه حلوه جدا جدا وناعمه أوي 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 في كل بيت يعني انا من غيرها بصراحه متدمره الشغل بيبقى اصعب بكتير المكنسه بتسهل عليكي حاجات كتير جدا اولا ما بيشوفش المنظر ده نهائي يعني انا جالي مره كومنت من فتره ان الارض دا عندك نظيفه انت بتكنسي ايه يعني بصوا المكنسه اصلا مخليه الدنيا نظيفه ورايقه لكن فعلا المقشه او الكنيسه المقشه اليدويه دي متعب جدا وبيبهدل الدنيا أوي أوي بس يعني آه كويس ان موجوده يعني فالحمد لله خلاص كده بقت نظيفه اهي زي ما انتم شايفين هقفل بقى الانوار وادخل دلوقتي انشر بقى الغسيل اللي آه غسلته معاكم اللي هو المفارش الفرو وانا حبيت برضو انشرها كده معاكم عشان تشوفوا بس هي بتبقى عامله ازاي بصوا بتطلع كام كرمشه في بعضها كده عامله زي الكتكوت المبلول كده بس اول ما بتنشف خلاص يعني آه بترجع زي ما هي بالظبط بتنشف خلاص بقى الفروه بترجع حلوه وكله تمام خلاص ده الفيديو بتاعنا النهاردة يارب يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وروتين جديد تنسوش بقى الكومنت بتاعي الحلو